حديث ودعوة قال عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن إلا فرج الله عنه. من يقسم يا جماعة الآن؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل هو بحاجة أن يقسم؟ لا والله، لأنه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن يقسم لعظم هذه الدعوة. كلنا يا جماعة اللي عنده هم، اللي عليه دين، اللي يريد زواج، يريد ذرية، فنحتاج أحبتي في الله فعلا أن هذا القلب لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. فالرسول الآن يريد أن يخبرنا عن دعوة ويقسم ويقول الذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن إلا فرج الله عنه. هذه الدعوة لها قصة قصيرة. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه جالس في مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سعد بن وقاص يا جماعة خال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، جالس، وكان عثمان جالس. جاء سعد يريد أن يسلم على عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين، سلم قال السلام عليكم ورحمة الله. عثمان خير جماعة ما رد السلام على سعد، غضب سعد، خرج من المسجد وذهب إلى عمر كان هو الخليفة، قال يا عمر أحدث شيء في الإسلام؟ صار شيء في الإسلام؟ عندهم أمر عظيم اللي يسلم ما رد السلام، تعال الآن إذا سلم شخص كأنه غريب، شو عنده هذا كده بشيء؟ يا أخي السلام، الله هو السلام، واسم من أسماء الله السلام. يا جماعة افشوا السلام بينكم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب سعد إلى عمر قال يا عمر صار شيء في الإسلام؟ قال لي ما يا سعد؟ قال سلمت على عثمان فلم يرد عليه السلام، قال اتوني بعثمان الآن يجيني. يقول عمر فلما أتى عثمان قال يا عثمان يسلم عليك خال المصطفى صلى الله عليه وسلم فلما لم ترد عليه السلام؟ قال عثمان والله ما سلم. سعد يقول بل سلمت، هذا يقول ما سلمت. هل يكذبون يا جماعة؟ حاشاهم، فهم صحابة والرسول علمهم على الصدق في القول والعمل. فقال سعد سلمت قبل قليل عليك يا عثمان، كنت في المسجد. تذكر عثمان قال نعم نعم رأيتك يا سعد، ولكن لم أنتبه لسلامك لأني كنت مهموما حزين. كان عثمان مهموم وحزين، ومرات الشخص يا جماعة يكون عنده مشكلة وعنده هم شاغل باله، يسمع عليه شخص مر أبو فلان من تيمه، صح؟ مشغول بالك الآن بقضية أنت. فعثمان كان مشغول بأمر عظيم. قال عثمان نعم، ولكن والله يا سعد لم أنتبه لسلامك لأني كنت مهموم حزين. قال ما الذي أهمك يا عثمان؟ اسمع وش اللي أهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال في يوم من الأيام كنا جلوس عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يا جماعة متى؟ في عهد عمر، يعني مات الرسول، مات أبو بكر، في عهد عمر وإلى عثمان في باله السالفة. قال في يوم الأيام كنا جلوس عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخبرنا بدعوة. قال والذي نفسي بيده دعوة ما دعا بها مسلم إلا فرج الله عنه. كان بيقول الدعوة، دخل عليهم إعرابي وقطع عليهم الحديث والكلام، وأخذ يسأل الرسول عن الإسلام وعن الدين وطول مع الرسول. الصحابة تفرقوا عندهم حياء من الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا جماعة. الشاهد قال تفرقنا وراح الرسول، تفرق الجمع، وإلى الآن ما عرفت وش الدعوة التي يقسم عنها أبو القاسم. قال عمر ونحن كذلك بعد، عمر وحتى أنا بعد ودي أعرفها، كان جاهز عمر معهم. قال لهم سعد بن أبي وقاص أنا أخبركم بهذه الدعوة لا تشيلون هم. قال سعد بن وقاص فلما خرج الرسول من ذلك يعني الجمع والجلسة قال تبعته مسرعا إلى البيت. بمعنى إيش؟ يسأل الرسول قلنا عنا هاي جماعة خال الرسول يعني يمون عليه. قال تبعته البيت مسرع فطرق عليه الباب. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قبل قليل قلت والذي نفسي بيده دعوة ما دعا بها مسلم إلا فرج الله عنه، ما هي يا رسول الله؟ قال نعم يا سعد، فوالذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن ومسلم إلا فرج الله عنه. فقال نعم يا سعد إنها دعوة أخي ذا النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم قط إلا فرج الله عنه. إخواني احفظوا هذه الدعوة وقولوها لمن تحبون من أحبابكم
اللي عنده ذرية إلى الآن ما عنده ذرية له متزوج كم سنة علمه بهذه الدعوة والله الذي لا إله إلا هو كم من شخص أخذ يقول هذه الكلمة فوالله رأى الفتح عظيم من الله سبحانه وتعالى وبعض الأشياء اللي أقولكم إياها الآن تقول شيء خيالي بفضل الله ثم فضل هذه الدعوة التي يقسم عنها أبو القاسم والذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن إلا فرج الله عنه دعوة أخذ النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قالها يونس بن متى لما كان في بطن الحوت في ثلاث ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت فقال هذه الكلمات شقت ظهر الحوت وشقت ذلك البحر وشقت السماوات حتى قالت الملائكة يا ربي صوت معروف من رجل معروف في مكان غير معروف قال هذا عبدي يونس بن متى ثم قال الله بعد هذه الآية لما أطلق تلك الدعوات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال الله بعد هذه الآية فاستجبنا له ونجيناه منين من الغم كان في غم الآن ثم قال الله والشاهد وكذلك ننجي المؤمنين قال العلماء نستفيد من هذه الآية وكذلك ننجي المؤمنين أي أن هذه الدعوة ليست خاصة بيونس عليه السلام بل هي إلى جميع مؤمن وكما قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم والذي نفسي بيده دعا بهذه الدعوة إلا فرج الله عنه فاحفظوا هذه الدعوة جاك هم جاك غم عليك ديون امراض سكر ضغط ما تزوجت تبي تخرج تبي نسبة تبي وظيفة تبي مال ارفع يديك في الثلث الأخير من الليل مع انكسار هذا القلب قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله وبالله وتالله تصديقا لكلام الله لكلام محمد صلى الله عليه وسلم سترى العجب العجاب وسترى الفتح من الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا سأله جل وعلا بمنه وكرمه كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك بهذه الوجوه الطيبة أن يجمعنا وإياكم في جنات جنات النعيم إخواننا على صراط المتقابلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك.